بسم الله الرحمن الرحيم. تشاهدون الآن وجزء من الأزهار المتوفرة في مزرعة وحي العسل. ما يخفى عليكم أن الأزهار هي المصدر الطبيعي لحصول النحل على الرحيق وحبوب اللقاح كغذاء بروتيني. بدون الأزهار ما يعيش النحل. تقع مزرعة وحي العسل اللي دائما تقدم لكم أعسال ذات جودة مميزة في محافظة الأحساء. تتميز المزرعة بالمرعى الجيد والمتنوع، أهمها طلع النخيل اللي هو النبات السدر، دوار الشمس، البنبر البوبر، الريحان، والحمضيات من شجر ليمون وترنج وبرتقال، ايضا سلم العسلي، المورينجا، الاكاسيا، الطلح، الطماطم، الحبك والنعناع والبقدونس وغيرها من المحاصيل التي يتم زراعتها في احسائنا الجميله. ادعوكم لجوله مع مشرف المزرعه الاخ ابو حسين. الله يحييك وحياكم الله في المزرعه. طبعا حاولنا نوفر اكبر قدر ممكن من المزروعات والاشجار التي يتغذى عليها النحل ويحبها النحل، مثل الليمون. الأشياء اللي يتغذى عليها الليمون، الرحيق يأخذ منها. عندنا بعض الأشجار الأخرى، المشموم مثلا، المشموم محبوب النحل. طبعا دائما النحل تجده على المشموم في كل الأوقات، وهم الأشجار الدائمة على مدار السنة. أيضا عندنا من الأشجار الحب الشمسي، أيضا يحب النحل ويقبل عليه الحب الشمسي. طبعا الان لان احنا في اخر النهار فيرجع القرص الى الاسفل. ايضا عندنا الاشجار الترنج، ما شاء الله كما تلاحظون الازهار الان قبل العقد يتغذى عليه النحل، يعشقها. عندنا ايضا الليمون حول المنحل. حاول بقدر اكبر قدر ممكن ان احنا نزرع كثير من الاشجار. ايضا من الاشجار الجميله الحلوه اللي يقبل عليها المورينجا، طبعا ما ننساها، شجر المورينجا. ايضا اذا زهر المورينجا، شوف زهر المورينجا ايضا يقبل عليه النحل. ايضا الحلوه الان بعد فتره بسيطه سيزهر ويسنبل ويقبل عليه النحل. ايضا من الاشجار اللي يقبل عليه النحل شجر البوبر، يزهر ومليء بالرحيق ما شاء الله عليه، وسيكثر من الازهار في الايام القادمه. نحن الان في نهايه مارس. ايضا من الاشياء التي يتغذى عليها النحل اشجار الزهور متنوعه عندنا في المزرعه، مثل القتروفه والبلمباجو واللاتانا، وايضا اشجار الطماط يزهر الان، مزهر الان الطماط كما تلاحظ يقبل عليه النحل. من الاشياء اللي يتغذى عليها النحل طلع النخيل. طبعا النحل يقبل عليه بشكل وبشراهه ما شاء الله، يعني في هذه الفتره حبوب اللقاح متوفر بكثره في طلع النخيل.